سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. يعد حارس مرمى فريق الأهلي ببنغازي والمنتخب الليبي الأول علي أبو عود أحد أبرز حراس المرمى على صعيد كرة القدم الليبية خلال السنوات ومواسم الستينيات وحتى مطلع السبعينيات، حيث برز وتألق مع المنتخب الليبي الأول وسجل حضوره المتميز كأول حارس مرمى يدافع عن شباك المنتخب الليبي في دورات كأس العرب، حين دافع عن شباك منتخبنا لأول مرة في دورة كأس العرب بالكويت عام 1964، كما كان أول حارس مرمى لمنتخبنا في تصفيات الألعاب الأولمبية ودورات البحر المتوسط عام 1967 بتونس. وحارس المرمى الكبير علي أبو عود من مواليد بنغازي 1943، بدأ مسيرته الكروية عام 1956، حيث انطلقت رحلته الكروية مبكراً بمدرسة بنغازي الابتدائية الأمير سابقاً تحت إشراف الأستاذ خالد الغناي مدرس التربية البدنية بالمدرسة، ثم التحق بأشبال النادي الأهلي ببنغازي وأشرف على تدريباته وقدمه للملاعب الحارس السابق والمدرب الوطني الحاج عبد العال العقيلي الذي شجعه لشغل مركز حراسة المرمى بعد أن بدأ نشاطه الكروي في مركز متوسط الهجوم، حيث استمر لفترة طويلة يشغل هذا المركز، غير أن حاجة الفريق وقتها لحارس مرمى بمواصفاته كانت أكثر من حاجته لمهاجم، حيث كان الفريق يزخر بكبار المهاجمين والهدافين. اختير للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم لأول مرة عام 1960، واستمر حارساً لمرمى المنتخب الليبي الأول حتى اعتزاله دولياً عام 1974. شارك مع المنتخب الليبي في أكثر من 50 مباراة دولية، أبرزها مباراة ليبيا ومصر الشهيرة عام 1967 بالقاهرة، والتي كان أحد نجومها، والتي حسمها المنتخب المصري لصالحه بثلاثة أهداف لهدفين، حيث تعرض بعود لإصابة بليغة قبل نهاية دقائق الشوط الأول، وكان المنتخب الليبي وقتها متقدماً بهدفين. حقق مع فريقه الأهلي ببنغازي العديد من البطولات والألقاب المحلية، أبرزها بطولة الدوري الليبي في مناسبتين، ورغم اعتزاله الملاعب عام 1974 إلا أنه قدم نموذجاً رائعاً وفريداً من نوعه في التضحية مجسداً الوفاء في أبهى صوره ومعانيه، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في ملاعب الكرة الليبية والعربية، حيث اضطر للعودة للدفاع عن شباك وألوان فريقه الأهلي بعد مضي 9 سنوات على إعلان اعتزاله الملاعب عقب انتهاء الموسم الرياضي 73-74، لكنه اضطر للعودة والدفاع عن شباك فريقه الأهلي في الموسم الرياضي 1982-1983 وفاء لناديه، وفي ظل غياب الحارسين الدوليين الفيتور رجب ورمز الكوافي لارتباطهما بالمشاركة مع المنتخب الوطني، ورغم تخطيه وتجاوزه سن 40 وقتها وابتعاده عن الملاعب والشباك لأكثر من 9 سنوات، إلا أنه شارك وقاد فريقه في أول لقاء له بعد غياب طويل أمام فريق الشباب ليقود فريقه لفوز ثمين بهدفين 2-0، واستمر في مهمته العاجلة لمباراتين متتاليتين، حيث فقد مباراته الثانية أمام فريق الاتحاد لتحمله وتستقبله جماهير الأهلي الوفية على الأكتاف، وليسجل موقفا تاريخيا يحتذى به في التضحية والوفاء والعطاء والانتماء للغلالة.